ربيع الجبيل، حيث تجتمع الحضارة الصناعية بالتراث الأصيل كلوحة فنية رسمتها أيدي أبناء وبنات الجبيل الصناعي برعاية ودعم من الهيئة الملكية بالجبيل. جولة واحدة في مهرجان ربيع الجبيل الأول تكشف لك أسرار تلك اللوحة الفريدة مع أولى خطواتك، يجذبك عبق الأصالة وحنين الذكريات لتجد نفسك أمام بوابة قرية كران الشعبية، تقف متأملاً للمطوع وطلابه يرددون خلفه، تسبرهم عيناك فتستحث الخطى بحثاً عن المزيد. هناك حيث صناعة الفخار وأعمال سعف النخيل والمنسوجات اليدوية بألوانها الزاهية والتصميم الفريد كجمال تلك الأيام. كان لامتزاج الحضارة بالتراث نتاج ملموس في جناح الأسرة المنتجة بمشاركة ما يقارب 100 أسرة صنعت سوقها فقدمت بضاعة تقول بأيدينا صنعنا. مبيعات تجاوزت 1,000,000 ريال خلال فترة المهرجان، دليل على جودة المعروض بإشراف ومتابعة من المسؤولين والمتخصصين. طلاب في ريعان الشباب حضروا في جناح إبداعات وطنية، جسدوا معنى الإبداع بروح العمل التعاوني التطوعي. لم تمنعهم احتياجاتهم الخاصة من تجاوز إبداعات الآخرين. كل ذلك وغيره يقول أبناء الوطن مبدعون. زينة الحياة، بسمة البراءة في قرية الطفل، يعيشون إبداعاتهم ويرسمون مستقبلا جميلا. تحضر روح المنافسة والتحدي مع فرحة الهدايا بمشاركة الشخصيات الكوميدية والعروض الفكاهية على المسرح المكشوف في جو من المتعة الهادفة والإبداع. ومما يميز مهرجان ربيع الجبيل الأول مشاركة الجهات الخيرية والتطوعية في مدينة الجبيل الصناعية، حيث أسهمت تلك الجهات في تنمية الأعمال الخيرية ودعم الأسر المحتاجة وتوجيه أفراد المجتمع فيما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع والفائدة. هذا غيض من فيض فعاليات المهرجان، فمهرجان ربيع الجبيل الأول نقلة نوعية وبصمة حضارية ولمسة سياحية في مدينة الجبيل الصناعية.